هذا المهرجان اللي يحمل عناوين كثيرة، الأصالة والرسالة والتراث والفخر والاعتزاز، وكل هذه العناوين تحمل هدف واحد واللي هو تراثنا واستدامته فيه، حاضرنا ومستقبلنا. سؤال الظفرة شو يقول؟ أنا أسأل وأنتوا تربحون، حياكم الله. معي أحد المشاركين هني ما شاء الله ياي ويا عياله، الله يحفظهم لك يا رب. تعرف بالاسم الكريم؟ مانع بن عبود الشامسي. والله والنعم يا مانع. شو اسمك انت؟ زايد. زايد، والله والنعم يا زايد. وانت؟ محمد. بطي. بطي، والله والنعم يا ابو بطي. خبرني ما شاء الله من وين ياي؟ والله ياي من بوظبي. من بوظبي. من العين وياين قبلنا وخبرونا عن الامور الطيبه هنا، وقلنا لا اليوم ويا العيال ني ونراويهم، من اصبحنا اليوم هنا. والله ما فيك حيلة يا أبو بطي، بالعكس هذا شيء طيب أنك أنت اليوم تتواجد في مهرجان يحمل قيم كثيرة وأعظمها هو الحفاظ على التراث. الله أكبر، ما في شك، أنا أشهد أشهد. خلنا ننتقل للسؤال يا أبو بطي، وسؤالك يقول السرية هو انتقال القوم من مكان إلى آخر صباحا أو ليلا ولا فجرا؟ انسروا؟ لا ليل طال عمرك. ليل؟ سرية ليل، نعم. متأكد؟ إن شاء الله إن شاء الله، كان من تراثنا ما في كلام إن شاء الله. طول عمرك يا أبو بطي، وفعلا إجابتك صحيحة وهذه جائزتك. تفضل، يعطيك العافية. وخلني بس أقول لك من وين جائزتك. جائزتك كانت من سكتش للدعاية والإعلان، تمور ليوة وواحد ليوة للرحلات، وكسب كوفي ودلما مول وكامل كوكيز مجوهرات جافلة وصنعة في الإمارات وذا كامل سوب فاكتوري. وأخبرك متى إن شاء الله تنعرض حلقتك، الساعة 1 والإعادة الساعة 5 والساعة 8:30 المساء. يعطيك العافية. الله يعافيك الغالي. شكرا لك زايد. وانت مشكور يا محمد. مشكور. بطي مشكور. يلا يعطيكم العافية، الله يحفظكم يا رب. عندي أحد المشاركين في المهرجان وموجود حاليا في أرض المهرجان، تعرف بالاسم الكريم. مبارك راشد المنصوري. والله والنعم يا مبارك. مبارك شحالك؟ طمني يا عينك. شحالك؟ من بوظبي؟ نعم. والله والنعم فيك ما شاء الله. مبارك ياي هذا المهرجان، خبرني عن رأيك في المهرجان. أول مرتي؟ متطور عن أكثر سنين اللي طافن وشوفه بيتحسن. أول مرتي ولا؟ لا قديت قبل. قديت من قبل، أكيد شفت أشياء تغيرت. تنظيم والحفل كامل متغير. يعطيك العافية مبارك. مبارك بسألك سؤال، تعرف قلعة الظفير؟ قلعة الظفير. سمعت بها؟ نعم. زين وين قلعة الظفير؟ قلعة الظفير في واحد ليوة. واحد ليوة أكيد؟ أكيد. فعلا إجابتك صحيحة يا مبارك، هاي جائزتك. تفضل. بس أذكرك من وين استلم جائزتك. جائزتك كانت من سكتش الدعاية والإعلان، تمور ليوة واحد ليوة للرحلات، وقصب كافيه دلما مول، وكامل كوكيز مجوهرات جافلة وصنعة في الإمارات وذا كامل سوب فاكتوري. يعطيك العافية. عافيك. عندي أحد المشاركين الموجودين في أرض المهرجان، أحب أتعرف بالاسم الكريم. محمد راشد المنصوري. والله والنعم يا محمد. أبو جاسم، خبرني عن رأيك في المهرجان وشو تشوف المهرجان هالسنة. والله أشوفه مميز ورائع جدا، أحسن عن اللي فات وعنده تميز كل سنة. من وين أبو جاسم؟ من أبوظبي. من أبوظبي، والله والنعم. شوف هذا المهرجان دائما يحمل رسالة واحدة واللي هي الحفاظ على التراث. والإمارات دائما الحمد لله يعني في كل مهرجان وفي كل احتفال لابد أن يكون في جناح مخصص فقط للتراث. فهذا شو يدل ويدل على شو أبو جاسم؟ يدل على تراثنا العريق والقديم في الإمارات والحفاظ عليه. بالضبط. زي خلي أسألك سؤال، يقول لك فلان يرابي الصداقة ويرابي تعني شو؟ رابي معناها في الأصل القديم يراعي. يراعي؟ يراعي. أكيد؟ الله عليك يا أبو جاسم، فعلا إجابة صحيحة وهي جائزتك. تفضل أبو جاسم. متواجد حاليا عند أحد الستاندات الموجودة والمشاركة في المهرجان، صراحة ريحة البخور وريحة العطور هاي الحلوة لازم تجي من ريم الإمارات. مرحبا بساع. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. تعرف قبل كل شيء باسم الكريم؟ ميثا المحيربي. والله والنعم يا ميثا. ميثا، حثينا عن مشاركتكم في هذا المهرجان.
نحن كل سنة نشارك هنيها بهالبضاعة اللي هي العطور الرجالية والنسائية والدخون ودهن العود. حيكم يا حيكم، وهاي اللي ما شاء الله أظني تعود لسنة طويلة من العمر، حدثينا أكثر. هذه البضاعة من سنة 1981 صديقة أمي تسويها وأمي تسوق لها. يعطيكم العافية. زين خلينا ندخل في السؤال. سؤالك يقول حرفة التل تحتاج للكاجوجة، صحيح؟ الكاجوجة، وشو هي الكاجوجة؟ الكاجوجة هي مخدة اسطوانية ولها ستاند من تحت نفس الألمنيو ونفس المخروط تم واقف عليها وخيوط. يعني؟ كاجوجة يعني. يعطيك العافية، وفعلا إجابتك صحيحة وهذه جائزتك. وصلنا طبعا لشركة أبو ظبي للتوزيع، وسؤالها يقول اذكر ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء لإمارة أبو ظبي. تعرف الاسم الكريم؟ علي. والله ونعم يا علي. علي تعرف الإجابة؟ اذكر ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء لإمارة أبو ظبي. هاي وحدة هني. وين؟ بالمدينة شمس، ما أدري شو اسمها. ولا غلط. بس ما أعرف. يعطيك العافية. الله يعافيك. المرفا. صحيح. طويلة فعلا. شويهات. شويهات وصحيح، وإجابتك فعلا صحيحة، وهذا كوبون مقدم من مشرف مول بقيمة 1000 درهم. يعطيك العافية. شكرا. سؤال شركة أبو ظبي للتوزيع يقول ما هي نسبة الكلور المسموح بها في مياه الصالحة للشرب؟ تعرف باسمك؟ محمد المهيري. والله والنعم يا ابو جاسم. محمد خبرني، تعرف ولا ما تعرف؟ ما اعرف. ما تعرف؟ شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك. شو اسمك؟ خيره محمد. والنعم فيك، والنعم فيك. خبريني، تعرفين الاجابه ولا ما تعرفينها؟ لا والله ما اعرفها. ما تعرفينها؟ ايه. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. ايوه، من 1 لـ10 لـ1 لـ5. من 1 لـ10 لـ1 لـ5. من 1 لـ10 لـ5. ايوه من 10. صحيح. لا 10. ايوه من 1 من 10 إلى 5. 10. صحيح. صحيح. ايوه فعلا اجابتك صحيحه، وهذا كوبون من مارينا مول عباره عن 1000 درهم. شكرا. يعطيك العافيه. اليوم ما أقدر أعبر شكثر أنا مستانس بوجودي في مهرجان يحمل كل معاني التراث وأصالتها. هذه كانت حلقتنا اليوم، على سبيل إن شاء الله يجدد لقانا في نفس الوقت باكر. في أمان الله، مع السلامة.